مرحبا وسعد الله مساكم جميعا، حياكم الله في لايف جديد ومشروع جديد وتصميم جديد. والله يسعد مسا الجميع، حياكم الله مرة ثانية، يا اهلا وسهلا بالجميع. طبعا انا راح اضيف الصورة عن طريق الضغط على الصورة اللي موجودة هني. طبعا لما تضغط على الصورة اللي موجودة هني يطلع لك خيارات، طبعا مكتوب تحت اللي هو الريفرنس، وعن طريق اللون هذا تقدر تغير لون الخلفية اللي ورا. فنخلي دائما أسود عشان يعطي شوي كونتراست، فاحنا ما نبي إلا عن طريق الريفرنس. تضغط على الصورة هذه يطلع لك امبورت فوتو، ونختار اللي هو الريفرنس اللي نبيه. وإذا تبوا تحركون الصورة تضغطون على الصورة مرة ثانية تحصلون خيار اللي هو ترانسفورم، تكبر وتصغر الشاشة اللي تبي. فأنا عندي الحين تقريبا اللي هو ثلاث نماذج، والله أنا ماني عارف يعني أي واحد تبون نسويه. فخلينا نشوف، أنا والله ميل للأحمر الأكثر شيء يعني. يا مرحبا بالجميع، حياكم الله. فخلونا نبدأ نشيل هذا. طبعا أنا عندي الشكل مربع، نعطيهم فينتج ديفايس. طيب انا من البداية راح اخلي اتحكم بالشكل، مناسب هذا بالشكل هذي. ندش على الخيارات اللي موجودة. نخفف من طيب نخفف من الحدة مالت ال طيب راح اسمي هذا، اعطيه اسم يعني ريحه شوي يعني، عرفتوا؟ نعطي اسم مين بادي او ميدل بادي. بادي وناخذ نسخه من ثانيه، نسوي لها كلون. الشكل اللي يكون راح يكون هني نحاول ان نوصل. طبعا هذا حوافه حاده، نشيل السب ديفيجن، نعطي شوي يعني مثل ما قالوا توبولوجي. يا مرحبا بالجميع، حياكم الله، يا مرحبا فيكم. طيب انا نسوي الفورم الكامل يعني، وهذا الشريط اللي لاف راح اسوي له يعني ماسك افضل عندي انا، ما راح اسوي له يعني جسم ثاني، واقدر اسويه انا عن طريق لا ماسك احسن شيء يعني، الماسك افضل شيء. بس خلونا نسوي الاشكال اللي موجوده هني. هذا راح اسوي له فاليديت، هذا راح اسوي له فاليديت. طبعا الفاليديت يا جماعه اني اقدر اسوي له يعني تعديل، يعني ادش على المرحله اللي بعدها
لان احنا في مرحله الاوبجكت انه هو القياسات الحجم الكبر التوبولوجي، فما اقدر اسوي الاسكلبت الا اما اني انا اتاكد من قياسات الشكل نفسه، بعدين انا اقدر ادش على المواد التعديل نفسها. تمام، فخلونا شيء شغل الواير فريم ونشوف التوبولوجي. التوبولوجي ممتاز، وكله راح نسوي عن شغل الماسك. مدام ان احنا الجسم مفصول ونسوي لهذا عن طريق اللي هو الماسك وعن طريق اللي هو سنتر، بس هنفعل اللي هو الخيارات اللي موجودة. هنسوي له سولو ونسوي له لوكال عن طريق شيل الواير فريم. طبعا عندي انا اللي هو الليفت، وما دام اني مشغل عندي السيمتري فشغال على الصوبين، اللي اروح للسكوير واخليه عن طريق اللي هو السنتر، راح يطلع المربع من النص نفسه، لاحظته؟ واقدر اشغل اتاكد اني انا من المنطقة هذه عشان اقدر اخذ واضغط على المربع اللي هو الدائرة الخضراء هذه عشان افعل اللي هو الماسك. فشوف الشكلين، فحاليا ما اخذ معاي اللي هو السيمتري، لان انا كنت مطفيه من البداية. فلا، عندي خيار اللي هو الماسك، نعيده مرة ثانية. في طريق الماسك انا مسوي الفلتر اشيل هذا، ليش؟ لاني لو سويت خلنا نشيل الماسك مرة ثانية ونشغله مرة ثانية. فلما تلاحظ حنا الصوبين اني مفعل اللي هو الصوبين نفسهم، بس مجرد اني اختار الماسك واضغط على برا الشاشة راح يعطيني الماسك اللي موجود هنا. اروح حق الجزمو واسوي بس سكيل عشان يعطيني اللي هو يسمونه الاكسترود. بعدين نروح للماسك واعطاني التفاصيل الحلوة هذه، ونفس الطريقة اسوي ريكتانجل واروح اضغط على الماسك واروح للجزمو مره ثانيه، اسوي له شويه على خفيف، يعني يعطيني شوية اكسترود. يعني اروح للماسك، اعطاني تفاصيل حلوة يعني. نفك السولو
وعليكم السلام يا هلا سمية، مرحبا بك، يا هلا والله، يا مرحبا، يا حياك الله، حياك، معلش ما كنت لاهي بالتصميم، يا مرحبا، حياك الله يا سمية، مرحبا بك، يا مرحبتين، يا هلا. طيب خلونا نسوي الحين اللي هو بسوي انسيرت. طبعا انا اعطيته اللي هو هذا انسايد. كيف حالك يا سمية؟ يا مرحبا، مساء الخير ومساء النور للجميع. انسايد بادي نسوي يعني. طيب خلونا الحين نسوي سيف ونضيف السلندر ونفعل اللي هو السناب علشان نقدر نلفه 90 درجة ونسوي الدائرة اللي موجودة هني. نسوي الدائرة اللي موجودة هني، نسوي لها سكيل. أستاذ أبو خالد في مجال أخذ من تصاميمك وعملها؟ والله الساعة مباركة، والله خذ راحتك وسوي اللي تبي تسوينه عادي، تستاهلين كل خير والله يا سمية، خذي راحتك وتعلمي واستمتعي. راح اخذ نسخة ثانية من هذا لانها راح يكون الجسم الداخلي هذا. الله يبارك فيك يا رب. راح اسوي نسخة ثانية، اكبرها شوية. وراح اسوي، راح افتح هول اللي موجود، بس خلوني اصغر شوي عن كل جسم. له عندكم خصائص تطلع مني، تقدر تكبر وتصغر ال طبعا اللي يسأل عن البرنامج يا جماعة، اسم البرنامج نوماد، يشتغل على الايباد، فبرنامج ممتع وحق 3D اللي حاب 3D يعني. نفس الطريقة هذا، صغر شوية، بس مجرد الحين نبي نسوي اللي هو الشريط اللي مر عليهم كلهم. طبعا هذا راح اسوي انا اللي هو عن طريق الماسك. يا اهلا وسهلا بالجميع، حياكم الله. يا اهلا وسهلا بالجميع، يا مرحبا بكم، شرفتونا وحياكم الله، نورتوا البث. طبعا انا ما راح اسوي سنتر، راح اسوي سكوير. طبعا انت اذا سويت مثلا خط تبي تلغيه، عندكم الخيار اللي موجود فوق تلاحظونه هني، تلغيه وتعيد الكره مره ثانيه. تقدر تحرك، طبعا انا تلاحظون ان لازم اكون على مستوى
على مستوى يعني يكون متساوي على الفرونت فيو. اتوقع ان هذا زين. نعيدها مرة ثانية. طبعا انا عندي مفعل اللي هو سيمتري، ما ابي على بس الاكس. طبعا نروح ل يا مرحبا باللي جو، حياكم الله وشرفت فيكم، مرحبا بكم. طبعا انا عشان اسوي الاكستراكت، تلاحظون الجسم اللي موجود هنا، اسوي الاكستراكت طلع معي الجسم بشكل يعني مناسب. ودائما اسوي، طبعا احتاج اني انا اقص الجزء اللي موجود هنا ماني محتاجه، اسوي اللي هو تريم ايضا نفس الطريقه، موجود فيه اليبس سنترد، اقص المنطقه هذه بعدين اسوي شيل هذا، وهذا مجرد اني انا ازيد شوي السماكه خفيفه. فعندي الحين طلع معي الشكل، وايضا هذا الشكل اضيفه، راح اسوي له فاليديت، اسوي له فاليديت. نزل شرح به. اي نعم والله نزل عند قناة على اليوتيوب نفس الاسم. نعم مثل صح، مثل ما قالت اختنا سمية. طيب الحين حاليا انا راح اسوي نفس الطريقة. يا جماعة دائما انا ليش على محور الاكس، نفعل الجريد، دائما اكون على محور الاكس عشان بس مجرد السيمتري، يعني ما يشتغل الا على الاكس يعني بالنوماد. وشغل الماسك ممتاز يا جماعة، يعني يوفر علي يعني شغل، يعني كأنك تسوي اكسترود وتسوي كوبي للجسم نفسه. حياك الله يا وليد، مرحبا بك، والله انت من الناس اللي والله يعتز في متابعتها، والله الساعة مباركة، حياك الله. والجميع والله اللي موجودين مرحبا بكم جميعا، حياك الله يا اخ وليد، نورت البث. طيب انا شو بسوي؟ راح اسوي انسيرت بوكس بالمنطقه هذه، ميزه الانسيرت يا جماعه ياخذ احداثيه المنطقه ويعطيني الجيزمو، يعطيني اياه على محور تلاصق الجسم مع الجسم، فاقدر احرك واعدل عليه يعني، عرفتوا؟ كذلك اني اقدر اسوي له سيمتري ويوفر علي الوقت يعني. فبعض التصاميم يعني اقدر اعدل يعني مثلا اكبر عن طريق اللي هو السيمتري يعني. فالانسيرت اداه حلوه، بس لازم انك تستخدمها في حدك، اذا انت يعني في بعض الامور اللي تطلبها انت يعني حسب الحاجه يعني. أنا ممكن أسوي لها الحين أنساها وأروح أسوي الحين أداة أوبجكت جديدة، أسوي أوبجكت جديد، ثواني يا جماعة. نعم
معلش يا جماعه الاتصال. نرجع لموضوعنا الحين. يا اهلا وسهلا بالجميع. يا جماعه طالع لكم شيء يعني بالصوره، يعني على اليمين بالشاشه اذا حد يعطيني خبر. صوره كاميرا ما عليها شيء صح؟ الله يسلمك يا رب، الله يسلمك يا وليد، يا مرحبا بك. فيا جماعه النوماد برنامج سكاوتنج، لكن تقدر تطلع منه اجسام يعني هارد سيرفيس، يعني اجسام منتظمه حيل، اذا كنت يعني تعرف عدل اذا للماسك. فانا دائما اتعمد يعني اغطي الموضوع هذا لانه يكون يعني اي مكتوب او بي اس. ها والله شوف سبحان الله، تحديثات التيك توك الحين صايره يعني سريعه وكثيره حيل، يعني ما تلحق عليها. فهو مشترط الحين كاميرا، انا حاولت اني اتعبث فيها فطلع لي بس الخيار هذا، فما ادري هو طالع معاكم ولا لا. طيب الحين انا بسوي اللي هو التيوب. طبعا انت لما تحط التيوب، اداه التيوب واداه الماسك يعني من الامور القويه حيل في النومات، يعني الماسك والتيوب يعني تقدر تقول اللي هي العمود الفقري للنوماد اللي يضبطهم مع طبعا معرفتك للبرنامج نفسه. الله امين اجمعين، شكرا يا وليد، الله يسلمك. فعندكم خيارين، يا اما انك تاخذ الكير وترسم الكير وتضغط، او عن طريق اللي هو الباث. الباث تقدر تحط الخط وتسوي النموذج وتضغط عليه بالبداية عادي يعني، بعدين تحط اللي هو الخط اللي موجود هنا. وتضيف النقاط اللي هو موجودة عندكم، وتقدر تسوي عن طريق الإلاستيك كذلك. تقدر تخير من اللون الدائري، يعني ما اقصد يعني من الشكل الدائري، الى اذا ضغطت على بروفايل موجود هنا تتحول من دائره الى مربع. وتقدر تتحكم ايضا في سماكه اللي هو الشكل نفسه عن طريق التحكم في اللي هو البروفايل نفسه. فتلاحظون انه صار الشكل. وكذلك تقدر تزيد من السماكه بالادوات. فدائما كل شكل في النوماد يعطيكم خيارات موجوده فوق، تلاحظونها لما اضغط عليها واشغلها. الخيارات هذه حاول انكم تعبثون فيها تشوفون يعني تشتغلون، تحط لك نموذج بعدين عاد تقدر تتعود عليه يعني. والبرنامج يبي له تعود يعني، بيني وبينكم يعني يبي له تعود يعني. خليني اصغر شوي. بعد تقدر انك تحط نود هني عشان تقدر تتحكم في اللي هو الشكل نفسه. لما تتأكد وتطمئن يعني انك انت ان الشكل يعني مقارب للجسم وتشوفه من الفوق، تقدر تحطه بالجزمه وتقدر تحركه تحريك، تقدر تكبر الى ما توصل النتيجه النهائيه اللي انت راضي عنها. بعد تقدر ترجع مره ثانيه للشكل وتعدل من الحجم نفسه، بعدين تسوي له فاليديت خلاص. بيتقانك للبلندر ونوماد هيك تصاميم، مش حسن اسهل على البلندر. نوماد هيك تصاميم مش اسهل على البلندر. والله يا سمية يعني انا بيني وبينك يعني
البلندر بالتصاميم هذه يعني ما هي صعبة، وبالهذا وبالنوماد عندي أنا مو صعبة، لكن بالبلندر في تحكم أكثر. فتلقيني بالنوماد شوي أنا أستخدم الدقة حيل يعني في وضع الأشكال بعضها مع بعض، وخاصة يعني خاصة إن الأشكال اللي أختارها شوي تكون دائما تكون تصلح للنوماد وتصلح للبلندر. يعني في اللي يصلح للنوماد 200% راح يصلح للبلندر، كذلك اللي يصلح بالبلندر مو شرط انه يصلح للنوماد، لان النوماد برنامج سكالبتنج يعني نفس الزيبرش، بس انه في ادوات تقدر تسوي منها يعني اشكال. يعني ان الرندر والالوان في نوماد افضل انا عندي واجد، لكن لا يظل يعني بلندر يعني يعتبر يعني قوي حيل يعني، لكن شوي يعني بالنوماد اسهل ومختصر، يعني تقدر توصل لدرجة الرندر الصحيح يعني العالية، الكفاءة العالية. اما في بلندر لا، دش لك في مراحل طويلة حيل. يا مرحبا باللي حضروا، وحياكم الله، وحيا وتشرفت فيكم، نورتوا البث، يا مرحبا فيكم جميعا. طيب خلونا الحين بس مجرد اني انا اختار الشكل هذا، اسوي انسيرت سفير، واسوي له ميرور، واصغر شويه، فتلاحظون ان الشغل بسيط يعني، بس يعني في تحكم شوي يعني، بس مدى معرفتك بالبرنامج كثر ما تعرف بالبرنامج، اللي هي كثر ما انت تمارس في البرنامج، كثر ممارستك راح تكون عندك معرفة قوية، وعندك يكون ورك فلو خاص فيك، وعندك نظرة في تتغير نظرتك للبرنامج نفسه يعني. فيا جماعة ما هو يعني بالنظرة الاولى انك تقدر تعرف البرنامج، لا يبيلك ممارسة، يبيلك متابعة، يبيلك تعب. يعني انا صار لي الحين بالبرنامج فعليا يعني تقريبا بحدود السنه فوق السنه ونص يعني، وتلقاني يوميا اشتغل على البرنامج يعني ما اخليه يعني. طلع منه اشكال حلوه يعني. طيب عادة ما أسوي الأسامي، لكن الأمر بسيط، خل نسوي Add Box كذلك. البرنامج فيه أدوات حلوة يعني، يعني أنا عندي هذا بسوي له اللي هو سبديفايد، أعطيه تدويرة خفيفة، أقدر أضيف له أسوي له فاليديت، بعدين أروح له أد اللي يسمونه الري على محور، أنا عندي محور الأخضر، طبعاً أنا حط لي الشغلة، أنا ما بي اللي هو الواي، الإكس ما بي، بيكون ثلاثة، أصغر شوية، ففي أدوات حلوة يعني ما شاء الله يعني. عرفتوا الري يعطيني تحكم كامل يعني، اقدر اتحكم بالشكل، يوفر علي المجسم نفسه يعني.
شوي هذا صغر منه. تمام، بقى لي عندي الحين عندي شغلات ثانية لازم أسويها. أنا ودي إني أرفع هذا الشكل، أرفع شوي والدائرة هذه، تأكد إني أنا مختارهم. احتمال إني أعيد تشكيلة هذه، هذه احتمال إني أشيلها وأسوي لها ديليت. أتأكد لأني أنا مرات تبين واحدة اثنتين ثلاثة أربعة، هذولي أربع، خلوني نعيد أربعة هذولي لأن يعني عددهم أربعة، تأكدت أنهم أربعة مو ثلاثة، ما أدري ليش أنا فصلت على الأربعة. فأنا راح أسوي لهذولي هذا، أسوي له ديليت وأعيد مرة ثانية اللي هو الماسك، وتكرار لكم يعني تستفيدون أكثر يعني. مرة ثانية لازم نكون ماسك، بعدين نروح للماسك هذا، لازم اختار الجسم اول شيء، بعدين اروح للماسك مره ثانيه واسوي له ماسك، اتاكد اني مختار الجسم، بعدين عن طريق اللي هو الهايت اسوي له اكستراكت، ودائما لا تنسون تسوون كلير للماسك اللي وراه. فأنا حالياً أبي اللي وراء، القطعة اللي وراء موجودة، عرفتوا؟ لكن المنطقة اللي بالنص راح أقصها عن طريق ففي حل واحد إني أنا أسوي ماسك بالدائرة اللي موجودة هني، واروح للفلتر اختار الجسم هذا اسوي له فلتر، لا الجسم هذا اسوي له فلتر، كلير او اني اسوي له ترم عن طريق الماسك، مو الماسك، او عن طريق الموف بعد بسيطة يعني عن طريق النورمال. ولا خلينا نسويها ماسك احسن، اسوي لها ماسك اسوي لها ماسك لاسو، المنطقة هذه واعطينا اسوي لها ان ماسك المنطقة هذه
بعدين اروح للماسك اسوي له انفيرت. عشان احافظ على الشكل انا ما ودي ما بيكون المنطقة هذه. الحين اسوي موف ما في مشكلة. الحين انا ما عندي مشكلة بالماسك، بسيطة خلاص كافي يعني. السلندرين هذولي ابي ارفعهم شوية، ممتازين الحين. شغل عرض الشاشة كامل، فعل خاصية فول سكرين. من فضلك اكتب اسم البرنامج بالانجليزي حتى ابحث عنه بالايباد نوماد بلندر. البرنامج يا جماعة موجود على الاب ستور وموجودة بالجوجل بلاي. جمال الروح، البرنامج موجود حاليا، موجود متوفر حتى على مالة اللي هو هواوي، او اللي هو مال الهواوي او الاجهزة الهواوي اللي عندهم. انت من تلفونك انت حوله الى بورتري. لان انا اشتغل على برنامج استديو، فاستديو معطيني شوي اريحية اكثر. فلما طيب الحين انا راح اضيف تورس. تورس ولا سلندر افضل احسن. وفعل السناب 90 درجة ودوره وصغر شوية. بعدين نفتح هول في الموجود هنا، وراح اسوي منه هذا ميرور، وراح اسوي له كلون. الشكل هذا واسوي له كلون ثاني، بس راح اسكر الهول وأصغره شوي، أو إني أكبره شوية. وأسوي له راديوس وأسوي له ميرور. نقدر نصغر شوي منها. وهذا اقدر يعني اتحكم حركة شوي، هذا حركة شوية، بس أنا أختارهم مرة واحدة اثنينتهم. أكبرهم شوي.
طيب نضيف الحين النقاط الثلاث اللي فوق ونحط له قاعدة من تحت ونبدأ عد بالتلوين. عد سفير، طبعا هو ضافهم تحت الميرور فأنا ماني محتاج الميرور. طبعا هذا راح أشيل أنا مرة ثانية وراح أضيف اللي هو add cylinder وفعل سناب، احط على الجزمو وفعل سناب وصغر. صغر شوية انها موجود، بعدين ادخل على الخصائص اللي موجوده. انا احس ان فيها شويه اسوي لها فاليديت، بعدين نروح خلنا نسوي سيف، نروح اد ونعطي اري على محور الاكس ثلاثة، نقلل من تمام. يا أهلا وسهلا بجميع، حياكم الله ومرحبا بكم. طبعا انا راح اسوي ريلان هذا عن طريق وين يا جماعه؟ راح اسوي له اللي هو عن طريق اللي يسمونه الالفا او ستامب، وراح تشوفونها الحين عدل، بس راح نعطيه هذا شوي يعني. انا راح اعطيه سب ديفايد ديليت لور راح اروح حق البروكرييت، واللي راح ينتبه معاي الحين حطها اللي هو سكوير، وتكون الصورة راح اجيبها انا اد اللي هي كانفاس طبعا. راح تكون الشاشة اذا بسوي ستامب او الفا عرفتوا، فراح تكون اللي هي الخلفية تكون سوداء والكتابة بالابيض. نضيف لاير اد تكست، انا كل كثر ما قدرت اوصل الى الخط نفسه ريلان. اختار اللي هو الفونت اللي نبيه،
طبعاً راح أختار لنا خط مقارب له يعني. كثر ما أقدر. أتوقع أن هذا أفضل شيء يعني. أقدر أتحكم فيها أنا، وأتوقع أن هذا أفضل شيء يعني. هذا أفضل واحد. بس خلصنا. مجرد اني انا اصدر عن طريق البي ان جي، احفظه عندي واروح للنوماد، واروح حق البرش اللي مالت اللي هي انا حاط لي برش خاصة فيني حق ستامب، او خلنا نروح حق ستامب نفسها نختار اللي هو الشكل اللي اخترته انا الحين. طب خلونا نشيل تحتاج إلى ريزوليوشن عالي شوية، فوكسل نعطيه بوكسل زيادة شوي. نعم خفيف. نروح نستام صغرها شوي. طبعا كل ما تقل الانتنسيتي تقلل، راح ما كل ما لا تقل معاك اللي هي سماكة الخط نفسه. حلو، سوي سيف. يا اهلا وسهلا بالجميع، حياكم الله. طيب اتوقع الحين شنو ناقصنا فيه؟ شوف الشكل. والله انا ما ادري اعرف اختار الالوان اي واحد فيهم، لكن خلونا نختارنا انت عاد حسب اختياراتكم. اذا تبون لكم يعني لكم خاطر تختارون. وميزة الاشكال هذه انك تقدر يعني ما شاء الله تقدر تسوي لها 3D برنت، وتصير عندك فينتج يعني حق سطح المكتب، وتقدر يعني تستخدمها يعني. نسوي لنا بس إضافة سفير.
نسوي له فاليديت، وعن طريق هذا نسوي له كلون. نسوي له بلاتفورم نهائي اد سلندر. طيب الحين راح اضيف الشيل ال السلوت، نضيف الحين الإضاءة. يعني تقريبا خلصنا الشكل يعني، بس مجرد الإضاءات. نضيف إضاءة ثانية. شيل الشادو ما نبيه، بس مجرد اني انا احتاج شادو واحد، جسم واحد بس كفيلر يعني. دائما المشهد دائما في ال 3D تحتاج الى اضاءات، اهم شيء ثلاث اضاءات رئيسية. انت تقدر انك تشوف، وشيل الشادو من نفس هذا، بس يكون مصدر واحد يعني حق الشادو. طيب الحين نقدر نلون، نعطيها الألوان. انا والله انا عاجبني اللون اللي هو الاحمر، الاحمر والله حلو يعني، بس خلونا نعطيها اللون الاحمر. وراح اعطيها لاير، وراح اعطيها عن طريق الماسك. راح اسوي ماسك، شفتوا؟ وراح اسوي عن طريق الماسك اسوي انفيرت. بعدين انا حط لاير جديد، راح اعطيه لون اللي هو اللون الفضي هذا حق الجسم نفسه. فراح شوي اخفف من الميترنس. حلو. بعدين اتخلص من الماسك، اسوي له كلير اور. فعطيت اللون يعني، لاحظت انه اعطيته لون حلو يعني. هذا نفس اللون اعطيه، وهذا نفس الطريقه اعطيه نفس اللون، وهذا نفس اللون. اسوي له فاليديت. هذا راح اعطيه انا عن طريق البرش، هذا اسوي له فاليديت. اروح البينت واختار اللون هذا،
بس انا راح اعطيه بلاستيك. ونفس الطريقه هذولي اسوي لهم فاليديت. وهذا نفس اللون. فاليديت. وهذا نفس الطريقة فاليديت. وهذولي. نفس اللون. وهذا نفس اللون هذا راح اخذ درجة اللون هذا. بس ما راح اعطيها، راح اعطيها انا اللي هو سكن. بس راح اعطيها شوي يعني مايل. هذا زين. والقواعد اللي موجودة هني سوي لهم فاليديت. راح اعطيهم لون نفس اللون هذا. وهذا نعطيه شوي اللون اللي هو الحين. نسوي البوست بروسيس. البيس راح اسوي ماسك. اسوي له سولو. نسوي الانفيرت. نختار اللون هذا. سوي له هذا، سوي له ديليت. بعدين نروح للماسك.
نسوي الانفيرت، نختار درجة اللون اللي موجودة هني، نسوي له بينت، نسوي كلير ماسك، نسوي لهم سولو، هذا نعطيه لون اللي هو الأبيض، بعدين نعطيه لير ونروح عن طريق اللي هو البينت، نسوي فيك السيمتري، نزيد شوية توبولوجي، نسوي له مسح، اد لاير عن طريق اللي هنا عند البرش اللي هو البينت، اختار اللي هو الحاد وشيل الليزي، نسوي فيك لل
نعطي لاير جديدة، و